الدوري الافريقي، الدوري الافريقي خلاص. انا قلت لحضراتكم قبل كده ان لجنه الحكام في الاتحاد الافريقي هي اللي هتختار حكام البطوله، وتم الاتفاق حكام قائمه البروفيشنال، قائمه المحترفين المدعمه من الكاف والفيفا كمشروع ستارز ريفري، قائمه حكام النجوم، هم دول الحكام اللي هيديروا مباريات السوبر ليج. قد يتم الاستعانه بحكام الفي اي ار من اسيا، قد يتم الاستعانه بحكام من اسيا وتحديدا في تقنيه الفيديو في الفي اي ار الفار. قد يكون هناك تنفيذ للتوأمه اللي ما بين الكاف مع الاتحاد السعودي، فيتم الاستعانه بكوادر من حكام الدوري السعودي عشان يكونوا موجودين في تقنيه الفيديو، ده وارد. قد يتم الاستعانه بحكام من قطر، لان كمان في توأمه مع الاتحاد القطري تمت في عهد الرئيس السابق احمد احمد، ده برضو وارد. ولكن المؤكد ان خلاص تم الاستقرار، حكام افريقيا هم اللي هيديروا ويحكموا مباريات السوبر ليج. وفي بعض المباريات بدا تشكل الاطقم التحكيميه اللي هتدير اللقاءات، والكلام ده بدا من امبارح. من امبارح بدا يتحدد اسماء الاطقم التحكيميه اللي هتدير المباريات. معسكر المحترفين خلص يوم السبت اللي فات، ولجنه الحكام في الكاف مقيمه هنا في القاهره، موجودين في القاهره على فكره. فكان في اجتماعات امبارح واول امبارح عشان يسكنوا حكام مباريات السوبر ليج، لان الحكام اللي هيشتغلوا في البطوله هيبقى عندهم معسكر تاني في شهر 10، ولكن المعسكر ده هيكون مرتبط بالتحضير لكاس الامم. في حكام البروفيشنال وفي حكام النخبه، معسكر من 10 الى 16 اكتوبر في العاصمه الايفواريه ابيجان، ده معسكر حكام كاس الامم. بس حكام البروفيشنال اللي هيديروا السوبر ليج هيطلعوا من المعسكر عشان يستعدوا لاداره مباريات السوبر ليج اللي هتنطلق باذن الله يوم 20/10 على ملعب بنجامين مكابا في دار السلام في تنزانيا. المباراه هتكون الساعه 6 ما بين سيمبا التنزاني والاهلي، الساعه 6 بتوقيت القاهره يوم الجمعه 20 اكتوبر في تنزانيا. اعتقد لاول مره من سنين طويله الاهلي يلعب في تنزانيا على الاضواء الكاشفه، واحنا قلنا المعلومه دي هنا في برنامج الترند، وقلنا لكم قبل التفاصيل دي كلها ما تعلن بشكل رسمي، قلت لكم وارد جدا الاهلي يلعب ماتش الافتتاح على الاضواء الكاشفه، لان في حفل افتتاح، وحفل الافتتاح المفروض الشركه الراعيه عايزه تعمله في الفتره اللي ما بين العصر والمغرب، يعني فتره غروب الشمس، بحيث يناسب حفل الافتتاح اللي هيكون مدته 10 دقائق فقط، 10 دقائق فقط. وعلى فكره هيفتتح البطوله جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي وباتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الافريقي، وهناك دعوه لاكثر من 200 مسؤول في الفيفا والكاف لحضور حفل الافتتاح في تنزانيا، اللي هيكون على شرف حفل الافتتاح موجود بالتاكيد نادي القرن في افريقيا النادي الاهلي، ونتمنى التوفيق يا رب في لقاء الذهاب. من